السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإخوة والأخوات في كل مكان وفي كل زمان. أتمنى لكم أن تكونوا في حالة جيدة وفي صحة وعافية إن شاء الله، متمتعين بموفور الصحة والعافية إن شاء الله سبحانه وتعالى. اليوم أنا أتحدث عن شيء قد يكون مستغرب أو غريب عليكم. الشيء هذا هو بيتكلم عن رؤية أو منام أو حلم، وطبعا إحنا لا نبني أعمالنا على أحلام أو على رؤى أو على منامات، ولكن الرؤية الصادقة ممكن الإنسان يتحدث عنها للآخرين. وهذا ما حدث في صباح الجمعة الماضية حينما صليت الفجر، وبعد صلاة الفجر استغرقت في النوم فرأيت هذه الرؤية. والرؤية هذه بتحدد بعض المشاكل اللي بتواجه العمل وتواجه الشعوب العربية التي نعمل فيها ونعمل من أجلها. فالرؤية الصادقة هذه أنا هذكرها لكم لكي نحدد بعد كده المشاكل المبنية على ما نراه داخل المجتمعات. أولا، كنت أصلي الجمعة في مسجد ما، ثم انتهت الصلاة والتف حولي بعض الشباب العرب، أعتقد أنهم كانوا من دولة العراق الحبيبة إلى القلب، الغنية بمصادرها المادية والبشرية والثقافية والفكرية إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وحضار النقاش بيني وبين هؤلاء الشباب الذين كانوا يلبسون نفس الزي، بدلة بني هذا اللون، حول بعض المساعدات لدولة أو لشعب هو من أغنى شعوب الأرض ومن أرقى شعوب الأرض والأكثرها تعلما، ووصل به الحال إلى ما نرى الآن. وعيب علينا أن تصبح العراق معنا كما هي الآن. انتهى الحديث بيني وبين الشباب الأربعة وخرجت، يعني ومشيت في طريقي، وكان في الطريق بلوعة أو بلاعة أو بكابورت زي المصريين بيقولوا، يخرج منها مياه سوداء لا رائحتها عفنة، رائحتها عفنة على الإطلاق. وكان يأتي من على يساري شاب يعني ماشي عادي في مقتبل 20 من العمر، وكان يعتقد أن البلوعة هذه لها غطاء، لها غطاء، وهذا الغطاء هو ممكن يقف فوقه لكي يصل إلى الشارع الآخر. وأنا أسير في هذا الاتجاه والشاب يسير في هذا الاتجاه، إلى أن وصل إلى مصدر البلوعة فسقط فيها وبدأ يغرق. بدأت أنادي على الشباب الجالسين مع بعض، ولا حياة لمن تنادي، وأصرخ 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 وأصرخ، ولا حياة لمن تنادي. نظرت على شمالي لأرى الكثير والعديد من الغربيين اللي هم البنات بشكلهم الغربي الواضح ولبسهم وزيهم الغربي الواضح، والشباب ولا حياة لمن تنادي، لا هؤلاء يجيبون علي ولا الشباب اللي كانوا موجودين معي في المسجد يجيبون علي. وأصبحت في حيس بايس لا أدري ماذا أفعل، وكنت أنظر إلى البلوعة لكي أن أنقذ الشاب هذا وأرى فقاعات الهواء التي تدل عن اختناقه أو موته، إلى أن توقفت الفقاعات ولم يأتيني لا شاب عربي ينقذه ولا الشباب الغربيين الذين كانوا يشيلون في الطريق الآخر لينقذوه. هذه كانت الرؤية التي أتحدث عنها والتي من خلالها كتبت الورقة اللي أنا هلقيها عليكم اليوم، اللي هي الثلاثية الأربعينية في بناء المجتمع المحلي. لكن لابد داخل هذه الرؤية أحدد المشاكل التي رأيتها في الرؤية على ستة قوائم، أحدد المشاكل الستة. أول حاجة، لقد تحولت الشعوب العربية إلى شعوب في غالبيتها شعوب مستهلكة مستجدية غير منتجة وعالة على المجتمعات الأخرى المنتجة. دي أول جزء من الرؤية اللي بتكلم عنها. نمرة 2، في كل دولة من الدول العربية في دول عميقة، مش دولة واحدة عميقة، في دول عميقة كثيرة داخل المجتمع العربية، ورغم عما نراه
من تصرفات هذه الدول العميقه داخل المجتمعات، فاننا اصبحنا لا نهتم. نرى البلاعه تطفح المياه السوداء من الدول العميقه، ولكن لا نهتم بقذاره الشارع او بموت الشاب او برائحه المياه. وتحولنا الكثير منا في الدول العربية تحول إلى ماذا؟ تحول إلى الإنسان أو المواطن البيولوجي الذي لا يهتم فقط إلا بشيء واحد، حاجياته البيولوجية من أكل وشرب ومسكن ومشرب والأمور الأخرى اللي هي تؤدي اللي هو احتياجاته الجنسية كذلك. دي نمرة ثلاثة. نمرة اثنين، نمرة ثلاثة في المنظر اللي احنا شفناه، لان البنات والشباب الغربيين لا يهتموا، من انتم؟ لا يهتموا بنا على الاطلاق، ولا يهتم ما يحدث في بلادنا على الاطلاق، فلا نخدع عنا انفسنا ان الاخرين يريدون ان يبنوا لنا ديمقراطيه واقتصاد الى اخره، لانهم كلهم مهتمين ببناء الديمقراطيه والمحافظه عليهم على الديمقراطيه في بلادهم وبناء مسيرتهم المجتمعيه والاقتصاديه والسياسيه الى غير ذلك. في الغرب هم عندهم مشاكل بتاعتهم ولا يريدون أن يتدخلوا في مشاكلنا، نفعل ما نفعل نموت نحيا، هذا أمر يرجع لنا احنا. النقطة الرابعة في الرؤية هذه ضياع الشباب. أسف يعني الشاب اللي وقع في البلوعة ده وقع في براثن الدولة العميقة، ضياع الشباب الذين أغلقتهم أعمال الدولة العميقة المتمثلة في البلوعة وما فيها من المياه السوداء. نمرة خمسة، الانقسامات التي حلت بكل مجتمع عربي وتحولت هذه المجتمعات إلى شرذمات مجتمعية قائمة على الحزبية، قائمة على العرقية، قائمة على الطائفية، قائمة على المذهبية. نمرة ستة، القائم السادس في هذه الرؤية في المشاكل المجتمعية، أن أغلب حلولنا تأتي مستوردة من مكان آخر. وأذكر هنا ثلاث بلاد، أذكر البوسنة بعد تقسيم يوغوسلافيا إلى صربيا وإلى كرواتيا وإلى مقدونيا وإلى الجبل الأسود وإلى سلوفانيا وإلى البوسنة والهرسك. كل هذه الدول الأخرى أصبح لها حكومات مستقلة وبرلمانات، حتى دولة مقدونيا التي في سكانها ما يقرب من 50% من المسلمين لم تقسم الحكومة على أساس عرقي أو أساس طائفي أو أساس ديني. هنا تمثل إلا في البوسنة، في البوسنة التي أصبحت الحكومة فيها كالكراسي الموسيقية ما بين الصرب والمسلمين والصرب والبوسنويين والكروات. فلم تستقر هذه الدولة في خلال 25 سنة التي مضت. ليه؟ لأنها السلام مبني على صفيح ساخن. هذا بالنسبة لهذا المثل. هناك أمثلة أخرى في الدول العربية زي لبنان. أنا لا يضرني أن يحكمني إنسان ماروني مسيحي عادل، أنا لا أريد مسلم سني فاسد، وكذلك لا يضرني أن يحكمني إنسان شيعي عادل في العراق، أو لا أريد إنسان سني فاسد. يعني فبالتالي نجعل الشعوب هذه تصنع ديمقراطياتها المحلية بأيديها، ولا نفرض عليها تقسيم عرقي أو تقسيم طائفي إلى آخر إلى آخر. ولا ندري في المستقبل ماذا سيحدث لما يحدث في ليبيا الآن أو في اليمن أو في سوريا حينما يأتي السلام. هل سيكون سلام قائم على عرقية، قائم على مذهبية، قائم على حزبية إلى آخره إلى آخره. هذا هو مدخل الرؤية التي رأيتها، وأعتقد أنها صادقة تؤطر أو تتحدث فيها عن الستة أبعاد للمشاكل المجتمعية داخل العالم العربي. ما هو الحل؟ الحل أنا كتبته بعد أن استيقظت من النوم الحمد لله سبحانه وتعالى في الثلاثية الأربعينية. يعني إيه ثلاثية؟ الثلاثية الأربعينية هي كل فقرة متكونة من ثلاث فقرات، وهم 14 فقرة في الحل، أي أن عدد فقرات الحلول 40 نقطة. 40 نقطة. الفقرة الأولى نتكلم عنها وهي الأسرة والمجتمع والشبان. الأسرة والمجتمع والشبان، أتحدث هنا عن كيف نبني المجتمع من خلال
من خلال أن نستثمر في الشباب الذين يبنون الأسرة لتبني المجتمع. فهي منظومة، في الأول فيها الاستثمار في الشباب الذين سيبنون الأسرة التي ستبني المجتمع. هذا هو شرط أساسي في بناء أي مجتمع في العالم، على تمكين وتفعيل وتأهيل الشباب القادر على بناء الأسرة التي تبني المجتمع. ده الحل الأول. النقطة الثانية في الحل هي أيضا تتحدث عن ثلاث محاور: القيم والتاريخ مع النسيان. أنا مش بقول نسيان وشبان وإيمان كساجع، لا، كل حاجة من هؤلاء لها جزء في الحل المجتمعي. قيم وتاريخ ونسيان. كثيرا ما يكتب لنا تاريخنا الآخرين فيشوه التاريخ، كثيرا ما يريد الآخرين أن يغيروا من قيمنا ويأتون بقيم أخرى. فعلينا أن لا ننسى تاريخنا، وأن لا ننسى قيمنا، وأن لا ننسى حاضرنا، وأن لا ننسى عادتنا وتقاليدنا، ونكتبها بأيدينا ونعلمها للأجيال كي لا نستطيع أن ننسى القيمة التي من أجلها بنيت الحضارات والنهضات في هذه المجتمعات بالقبل. يبقى المحور الثاني قيم وتاريخ ونسيان. ولا نجعل لأحد اليد العليا في كتابة تاريخنا وقيمنا على الإطلاق، على الإطلاق، على الإطلاق. النقطة الثالثة اللي هي الثالثة في محور الحل حرية وعدالة وإحسان. حرية وعدالة وإحسان. الله سبحانه وتعالى قال يعني وأحسن كما أحسن الله إليك، هذا في سورة القصص في 77. أحسن كما أحسن الله إليك، يعني الإحسان. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا معنى الإحسان، يعني هي معية الله لك في كل مكان وفي كل زمان، ومعية الله لك في كل زمان وفي كل مكان، ده جزء من الإحسان. الأخرى ولازمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب التقوى، في سورة المائدة 8. إذا كان بيني وبين دولة أخرى عداوة، هذا لا يمنعني من أعطي هذه الدولة حقها، أو أعطي هذا الشخص حقه، أو أعطي هذه المرأة حقها. لأجملكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب التقوى. الله سبحانه وتعالى كما قال في الأثر ينصر الدولة الكافرة إن كانت عادلة، ويهزم الدولة المؤمنة إن كانت ظالمة. هذا هو العدل اللي نتكلم عنه. يعني فلذلك نتكلم عن العدالة والحرية القائمة على الإحسان. لا عدالة ولا حرية لم يوجد داخل المجتمع مبدأ الإحسان القائم عليه العدالة والحرية. النقطة الرابعة هو التعليم والوعي والإيمان. قد نكون احنا عندنا 10,000 مدرسة أو 20,000 مدرسة أو 100,000 مدرسة، وعندنا مثلا 500 جامعة أو 400 جامعة إلى آخره. هل التعليم داخل المنظومة يؤدي إلى رفع الوعي المجتمعي لدى المواطن أم لا؟ أم أن التعليم عندنا هو مجرد حفظ، حفظ، حفظ فقط، ونكون كالحمار الذي يحمل أثقالا ولا يفهم ما في هذه الأثقال من إيه؟ معرفات مجتمعية. يبقى إن لم يكن عندنا إيمان لرؤية التعليم الذي يؤدي إلى الوعي، فالتعليم عندنا لا يصلح، فالتعليم عندنا لا يصلح. فبدون منظومة التعليم المعرفي المجتمعي يبقى لابد أن يكون داخل منظومة التعليم هو المعرفة المجتمعية التي ترفع وعي المواطن، سواء كان هذا المواطن انتهى تعليمه في المرحلة الابتدائية أو المرحلة الثانوية أو المرحلة الجامعية إلى آخره، أو سواء كان المواطن ممن لا يقرؤون فهو تعليم محو الأمية. يبقى التعليم يؤدي إلى رفع الوعي المبني على الإيمان ب المعرفة المجتمعية داخل المجتمع. ده نمرة 4 في الحلول. نمرة 5 الحقوق مع الواجبات مع الغلمان. ليه أنا حطيت كلمة غلمان؟ اللي هم البنات والأولاد، الشباب الصغارين الأقل من 14 ل 15 لأنهم أبنائنا وأحفادنا. لابد أن تقام قاعدة الحقوق والواجبات على أساس أننا نورث هذه الأجيال هذه الحقوق وهذه الواجبات يقومون بها.
فلا حقوق بدون واجبات، لا حقوق بدون واجبات. فنحن في هذا المحور الخامس نؤطر لماذا؟ نؤطر لما نريد أن نجعل الأطفال في المستقبل يرثونه من منجزات إحنا أنجزناها في داخل هذه المنظومة. نمرة 6، رسالة ورؤية وسلطان. لا رؤية ستتحقق ولا رسالة ستنتشر بدون سلطان. السلطان يعني هو القدرة والقوة بتاعت الدولة. إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. إن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. نمرة 6. نمرة 7 بنقول فيها حركة وحياة وعنان. عنان هو الشيء، العنان ده له عنان السماء، ليس له حدود، متباعد الأطراف ومتناهي المدارات، فيكون حركة الحياة التي نطلقها داخل المجتمع ليس لها حدود على الإطلاق، ليس لها حدود على الإطلاق، ليس لها حدود على الإطلاق. أن نطلق عنان حركة الحياة داخل كل مكون مجتمعي من المكونات المجتمعية للتعيش داخل دولنا. إن الحياة تتحرك حركة إيجابية بمدى تفاعلنا مع إحياء حياة الخلائق فيها. هذه هي الحركة والحياة والعنان. لا نقف أمام هذا على الإطلاق، بل نطلق الحياة تتحرك بحركة إيجابية من التفاعلات بين المواطنين لكي يصنعوا حركة للحياة داخل حياة المجتمعات. هي حركة وحياة وعنان. نمرة 8، اقتصاد وصناعة وإنسان. أيضا هنا احنا تكلمنا عن الشباب، تكلمنا عن الغلمان، هنا بنتكلم عن الإنسان. لا توجد صناعة أو اقتصاد إلا محورها الأساسي هو الإنسان، هو المواطن المتعلم القادر الذي يستطيع أن يفهم حركة الحياة ويتفاعل منها معها، ويفهم حركة المجتمع ويتفاعل منها، ويفهم مكونات الحياة ويتفاعل منها، ويفهم مكونات المجتمعية ويتفاعل معها. هذه الحركة التي نتكلم عنها، وهذا هو الاقتصاد والصناعة القائم على تفعيل الإنسان في جو من الحرية والعدالة والمساواة. ولو هذا ما تحدثنا فيه في النقطة الثامنة، اقتصاد وصناعة قائمة على السواعد البشرية داخل كل المجتمعات التي نعيش بداخلها. نمرة 9، اجتهاد وجهاد وصريان. اجتهاد وجهاد وصريان. صريان الأمور، صريان المجتمعات، تطوير المجتمعات، بناء المجتمعات، بناء المنظومات إلى آخره. نتكلم عن الجهاد والاجتهاد، نجاهد في اجتهاداتنا من أجل أن تسير المياه الراكدة داخل أو الآسنة داخل المجتمعات وداخل هذه الدول العميقة. نجاهد ونجتهد لكي تسير هذه الأمور داخل المجتمعات والدول العميقة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا في الحج نمرة 40، والآية الأخرى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، البقرة 251. هذه الآيتين تحدث على التدافع، كي نعيش مع بعض سويا من أجل بناء المجتمع من القاعدة إلى القمة ومن القمة الاجتماعية في كل محور من محاور بناء المجتمع. يبقى الجهاد في الاجتهاد لسريان الأمور وبناء المجتمعات في الداخل. نمرة 10، نهضة وحضارة وعمران. لا نهضة ولا حضارة بدون عمران. وهنا العمران ليس في البناء في القصور أو في الطرق أو في الكباري أو في المنشآت أو في الأهرامات أو في أبو الهول أو في المعلقات في بابل أو في سور الصين العظيم أو في كل هذه الأعاجيب من أعاجيب الدنيا أو في البتراء في الأردن. لا، هذه بناءات حجرية وليس بناءات نفسية وبناءات ثقافية وبناءات قيمية إلى آخره.
بناء هنا نتكلم عنه، البناءات اللي نتكلم عنها هي بناء النفوس، بناء الأفئدة، بناء الثقافة، بناء القيم. حتى أن الطيور والحيوانات المهاجرة ترغب في المجيء إلى الحياة داخل مجتمعاتنا. ليه؟ لأننا نبني كل مكون مجتمعي، فتسعى بنا كل خلق من خلائق الله سبحانه وتعالى، المياه والطيور والحشرات والحيوانات والأنهار والجبال والنباتات إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فحينما نبني هذه المكونات داخل مجتمع النهضة والحضارة، تأتينا كل حيوان وكل طائر وكل مكون من مجتمعات أخرى لكي ترتاح وتستفيد بما نقدمه إليهم من بناءات حضارية نهضوية. وهذا هو العمران. العمران ليس في جمال المنزل أو القصر أو القلعة أو الكوبري أو المعلقة، أبدا. البناء هو بناء اجتماعي، بناء اجتماعي داخل النفوس البشرية بالدرجة الأولى، تجعل كل خلق من خلق الله، مسافر أو مهاجر، يهبط في مجتمعاتنا ليتمتع بما فيها من بناءات حضارية وبناءات نهضوية. النقطة 11 في بناء المجتمع: عزة وكرامة وأوطان. نحن نريد أن نبني وطن له عزة وله كرامة. نريد أن نبني أوطان لها عزة وكرامة. من مات دون وطنه فهو شهيد، عرضه فهو شهيد، ماله فهو شهيد، دينه فهو شهيد، إلى آخره. فحتى درجة الشهادة نبلغها حينما ندافع عن عزة وكرامة أوطاننا التي تأوينا. الأوطان التي تأوينا، ونريد أن نحافظ على مسيرة كينونة هذه الأوطان التي نعيش فوق أراضيها ونتمتع بما فيها من مقدرات قدرها الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الدنيا قبل أن نلتقي بالله سبحانه وتعالى في الآخرة. نمرة 11: عزة وكرامة وأوطان. يعني عزة للوطن وكرامة للوطن واستمرارية لكينونة الوطن. نمرة 12 و13 بتتكلم عن خلق الإنسان العامل المجتمعي مثلكم ومثلي في الحب واللين والحنان والحزم والرحمة والغفران. فبما رحمة من الله لنت لهم، يبقى رحمة ولين في الآية، ولو كنت فظا أخلاق، غليظ القول أغليظ القلب أخلاق، لانفضوا من حولك، فاعف عنهم عفو، واستغفر لهم مغفرة، وشاورهم في الأمر شورى مساواة. فإذا عزمت حزم، فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه آل عمران 159. يبقى احنا بنتكلم عن خلقك انت ايها الاخ وايتها الاخت العامل في المجتمع، والذي يريد ان ينقذ مجتمعه وان يبني مجتمعه لابد ان يتحلى بالحب والحنان واللين والرحمه والحزم، والحزم المفار او المغفران. فبما رحمه من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. آل عمران 159. أما النقطة 14 اللي هي في الأربعينية، يبقى ثلاثيات أربعينية، فتتحدث عن المساءلة والمراجعة والقربان. لا يوجد، لابد أن لا يوجد في داخل مجتمعاتنا إنسان فوق المساءلة. كان هذا الإنسان أمير أو ملك أو رئيس أو وزير أو سلطان أو أي ما كان، أبداً أبدا. كل مساءل، مساءل من الشعب ومساءل من المؤسسات الدستورية والمؤسسات التشريعية والمؤسسات النيابية داخل الوطن وداخل كيان الدولة وداخل كيان المجتمع، كل مساءل. وكل لابد أن يراجع عمله ويقيم عمله. يبقى المساءلة زائد المراجعة، مفيش حد أبدا فوق المساءلة، مفيش حد أبدا يكون فوق أن يراجع عمله ويستحسن إنجازاته أو يصلح إخفاقاته إلى آخره. فإن لم يكن هذا وهذا يحدث، فالقضبان هي أمامنا. يعني يكون المساءلة مبنية على العدل اللي احنا نتكلم عليه، مبنية على الحرية، مبنية على الإحسان، ثم المراجعة، ثم القضبان. فإن ثبت أن هؤلاء
المسؤولين تورطوا في أعمال تضر المجتمع فالقضبان أولى بهم. ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. من يتحدث في هذا الحديث؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم يضع هذه القاعدة، لا أحد فوق المساءلة، حتى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها عليها السلام ابنة محمد صلى الله عليه وسلم. وحينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير على الأنصار أو المهاجرين ببعض الآراء، قال يقول لنا أهو الرأي والمشورة أم الوحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان الرأي والمشورة كما حدث في غزوة بدر، وفي أن نحصل على بئر بدر اللي هو، أو في تلقيح النخل، أو في إعطاء ثمرات أكثر من النخيل من التمر إلى اليهود في المدينة، فإن كان هذا الأمر ليس وحي أوحي إليك فنحن لنا رأي آخر فيه. يبقى هنا بنراجع من؟ نراجع الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وسلم. حتى في وقت الانتصار، في انتصارات سيف الله المسلول رضي الله عنه سيدنا خالد ابن الوليد، حتى في هذا الوقت عزله سيدنا عمر رضي الله عنه في موقعة اليرموك وهو منتصر، ومنتصر قبلها في مواقع أخرى، وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول. عزل وحكم وحوسب ورجع أداءه. فإن إن أردنا أن نؤطر لهذه الأربعينية القائمة على الثلاثيات في كل واحدة منها، فعلينا أن نضع قاعدة المساءلة والمراجعة، والذي يخفق فيها أو يفسد فيها أو يحيد عنها يبقى جزاؤه بعد المحاكمة العادلة القضبان. لكي نخرج من تفسير هذه الرؤية السلبي إلى بناء المجتمع، أنا بتكلم عنه كهذه الأشياء لأن أنا تحدثت في الأول عن رؤية رأيتها، وأنا لا أفسر الأحلام أبدا، ولا أؤمن بأن الأحلام هي وسيلة لبناء المجتمعات، ولكنها رؤية نريد أن نسقطها على مجتمعنا الحالي، المجتمع العربي اللي هو عصب الأمة الإسلامية في العرب في العالم، وعصب الحضارة التي استمرت قرابة 9 قرون أو 10 قرون في المنطقة العربية من الأندلس إلى الصين بفضل الله سبحانه وتعالى. في هذه الاستشكالات داخل هذه المنظومة الأربعينية القائمة على القاعدة الثلاثية، في أشياء أنا هذكرها: شبان مهمين جدا، النسيان مهمين جدا، الإحسان، الإيمان، الغلمان، السلطان، العنان، الإنسان، السريان، العمران، الأوطان، الحنان، الغفران، والقبان. هذه الأربعينية هي تعتبر بالنسبة لي أنا شخصيا تفسير لحل المشاكل الستة التي ذكرتها في الرؤية التي رأيتها يوم الجمعة الماضي حينما كنت أصلي الجمعة في أحد المساجد والتقيت ببعض الشباب العربي. أرجع وأعرج أيضا عن العراق، أنا لم أذكر العراق وطن، لا، أنا أذكر العراق تاريخ وثقافة وحضارة وقيم وعلم ومعرفة، وكل هذه الإنجازات التي أحدثها أهلنا في العراق في الماضي. والعراق أغنى دولة عربية على وجه الأرض، ثم هي من أغنى الدول على الإطلاق في العالم كله، ومع ذلك وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. ليه؟ لأنها يعني لا نريد أن ندخل في أكثر من هذا، لأن أحب العراق وأؤمن بالعراق وأؤمن بالشعب العراقي. وأشكركم جميعا لحسن استماعكم لي، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أستفيد معكم من هذه الرؤية في الثلاثية الأربعينية القائمة على الستة مشاكل مجتمعية، اللي هي أن تصبح الشعوب العربية شعوب مستهلكة، أن لا نتفاعل مع إزالة هذه الدول العميقة داخل الشعوب العربية، أن نعلم ونعي أن الغرب لن يأتي ليحل لنا مشاكلنا، أن نعلم أن تضييع الشباب في منتهى الخطورة، هم أهم 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 استثمار مجتمعي لنا جميعا، أن الانقسامات المؤدية للشرذمات
هي التي تجعل الآخرين يتسلطون علينا، والأخيرة أن ننظر في كل الحلول المستوردة التي ليس فيها إلا التقسيم المجتمعي القائم الذي رأيناه في أكثر من دولة أنا تحدثت عنها. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أراكم غدا إن شاء الله الساعة 6 أيضا في نفس المحاضرة باللغة الإنجليزية. Tomorrow إن شاء الله we'll be talking about the same talk in English. 6 o'clock UK time and 8 o'clock Mecca time. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله. See you tomorrow إن شاء الله 6 o'clock UK time and 8 o'clock Mecca time. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.